السلام عليكم للشيخ فان دو لاباج فيسبوك الى شين يوتيوب امبوز غورماند افيك اسما. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه مرتديلا ولا كاشير الدجاج. نتمنى انكم تتبعوا معايا الوصفه لانها واحده من الوصفات المحبوبه عند اولادنا، المحبوبه عندنا احنا تانيك، يعني مليحه في لي ساندويتش، مليحه في الغوتي. الوغ لما لا نحضروها وحدنا في البيت بمكونات نعرفوها ونقدموها لولادنا وحنا مطمنين. اولا حين نقدم لكم المقادير اللي هما مقادير بزاف سهلين، هنا عندي 300 غرام من صدر الدجاج، يعني ما يعادل نص درجاجة كبيرة. عندي هنا 100 غرام من الدقيق، ما يعادل 7 مغارف كبار. عندي 55 مليلتر من الزيت، ما يعادل 5 ملاعق كبار من الزيت. 3 حبات بيض، 3 قطع من الجبن ولا لو فروماج فاش كيري. عندي زوج سنين الثوم. عندي هنايا هذا يعني مع الاخير من بعد حنضيفه اللي هو الفلفل المقطع، وعندي المعدنوس مقطع. هنا عندي لوريغان ولا الزعتر، وعندي مجموعه من التوابل اللي هما عباره عن مغرفه كبيره من البابريكا، نص مغرفه كبيره من الكمون، نص مغرفه كبيره من القزبر الملحي، 4 مغرفه من لوجنجم، 4 مغرفه من الكركم، وشويه في الكحل، واكيد الملح حسب الرغبه. اولا كما شفتوا معايا خديت هذاك الدجاج اللي قطعته قطع صغيره وبديت نلحي فيه بلو يعني بلو ميكسور. حبيت ان اليوم عمدا يعني نديره لكم بلو ميكسر حتى كل الاخوات يقدروا يطبقوا هذه الوصفه، لانه ماشي كلهم يعني عندكم هذاك لوغوبو الكبير. الوغ حبيت نوري لكم بلي حتى ولو ما عندكمش لوغوبو الكبير ديروا هاد لا ريسيت بلو بغا ميكسور وتجيكم رائعه. من بعد ما رحيت هذاك الدجاج تاعي ضفت له 3 حبات 3 حبات ولاد الدجاج كبار، ضفت له زوج سنينات هذوك تاع الثوم، وقعدت نرحي فيه حتى تحصلت على يعني لاباري تاعي تولي تخيليس وفريمون مرحيه كتير مليح. قد ما رحيناها قد ما لو ريزولتا راح يكون احسن واحسن. من بعد ما رحيتها كيما شفتوا معايا وكيما قلت لكم رحيت حتى تحصلت على يعني لاباري تاعي ولات فريمون ليكيد اي فريمون تخيليس. من بعد نكمل نضيف لها المواد الاخرى واللي هما عباره عن يعني لي 3 بورسيون تاع لو فروماج. نضيف لها المزيد من التوابل، وهنا التوابل نتوما نوعوا كل واحد والتوابل اللي يحبهم. انا اليوم يعني اقترحت عليكم هذا الخليط، وانتم كل واحد يضيف وش يحب. تقدروا تضيفوا راس الحانوت، تضيفوا توابل اخرى، تضيفوا مزيج من التوابل وانتم واش حبيتوا. كما شفتوا من بعد ما ضفت هذاك الفرماج تاعي اللي كنت يعني قلت لكم 3 حبيبات تاع الفرماج، نرحيهم تانيك شويه، نضيف لهم مباشره الزيت اللي قلت لكم ما يعادل 5 معالق كبار تاع الزيت، واللي حاب يوزن 55 مليلتر من الزيت. نضيف لهم الخليط تاع التوابل مع الملح اكيد. واخيرا نضيف لهم هذاك الدقيق الرقيق اللي هو عباره عن 100 غرام من الدقيق او 7 مغارف كبار من الدقيق. نكملوا نلحوهم كامل مع بعض حتى نتحصلوا على خليط فريمون تخيليس، ماشي متماسك بزاف يعني يكون ليس. واخيرا نضيفوا لهم لوريغون ولا الزعتر البري الناشف، وانتم ضيفوا لهم واش تحبوا. يعني انا قلت لكم اقتراح هذا برك، وكل واحد يتبل يعني الكاشير تاعو لا فاصون اللي يحبها. ويعني نسيت ما قلت لكمش، يعني في المواد كاين الهريسه، صدقوني الهريسه تعطي مذاق رائع. انا اليوم ما كانش متوفره عندي في البيت، على بها ما ضفتهاش. من بعد ما نكمل نرحي الدجاج تاعي كامل، نضيف له الفلفل الاحمر اللي كنت قطعته اون بتي مورسو مع المعدنوس، يعني نضيفهم بيدي يعني بلا سباتشول. ونقدروا اللي ما يحبش الفلفل الاحمر ولادو ما يحبوش الفلفل يقدروا يضيفوا الزيتون، يعني حتى الزيتون يجي رائع. من بعد نحضر زوج ورقات من لو بابي فين. كما شفتوا معايا درت الورقه الاولى، من بعد نضيف فوقها الورقه الثانيه حتى نتحصلوا على ورقه تكون خشينه من لو بابي فيلم، ومن بعد ما يتقطعناش وما يترتخش كي نكونوا نطيبوا في لو كاشيغ تاعنا. انا من بعد ما درت هذوك زوج ورقات، ورقه فوق ورقه تاع لو بابي فيلم، نضيف عليهم هذاك خليط اللي كنت رحيته كيما شفتوا معايا رحيته مع بعض. يعني المقادير عطيتها لكم هما مقادير يعني دقيقه اكزاكت، يعني تبعوهم وتبعوا الدقيقه راح تحصلوا على القوام يعني تاع الكاشي اللي راكو تحوسوا عليه، ما يكون فريمون تري ليكيد وما يكون شايد روحه في نفس الوقت. من بعد يعني نبسطوا هكذا كامل فوق لو بابي فيلم، ونبدا نعطيله الشكل الاسطواني اللي هو يعني نتحصلوا عليه بهذه الطريقه. يعني نقعد نزيرو على لي كوتي، يعني ندورو ونزيرو حتى يزير يعني لو بودان،
ويحكم روحهم مليح من لي كوتي، من بعد نتاكدوا انه هذوك لي كوتي نكونوا عقدناهم مليح باش يجينا لا فورم تاع الكاشير، تجينا اون بيل فورم، ونحطوا الماء يعني نديروا ان بان دو، نخلوه يغلي ونحطو فيه الكاشير تاعنا مباشرة يغلي. انا كيما شفتو من بعد ما غلفتو في لو بابي فيلم، من بعدها نعاود نغلفو في قطعة من لو بابي الومنيوم ولا من الورق القزيري، نغلفو بهذه الطريقة ونحطو مباشرة في الماء، يعني الماء عادي ما نضفتلو ني ملح ني حتى حاجة، الماء يغلي ونخلوه يعني نغطوه ونخلوه يغلي لمدة 30 دقيقة. كي يدوزو 15 دقيقة حكموا لو بودان تاعكم تاع الكاشير وقلبوه من الجهة الأخرى. الماء من المهم أنه يكون يغطي كامل هذاك لو بودان، ونخلوه كيما قلت لكم يغلي لمدة 30 دقيقة إلى 35 دقيقة على نار متوسطة. من بعد نحوه نخلوه يبرد تماما، من بعدها نحطوه في الثلاجة لمدة لا تقل على 4 سوايع، يعني من الأحسن ديرهم صباح العشية ولا يعني في الليل من غداك، خلوه يبرد مليح باش تقدروا تقطعوه، والتقطع تاعكم يجيه ساهل. وكان يعني تغاولوا ما تعطولوش الوقت تاعه هو يبرد، راح يتفتلكم وراح يكون فريمون صعيب باش يتقطع. انا كيما راكو تشوفوا معايا خلاص يعني الكاشيخ تاعي طاب، خديته برد من صباح العشية، انا كنت درته صباح حتى العشاء، اي فوالا يعني راني نقطعو قدامكم. يعني كيما راكو تشوفوا معايا التقطيع تاعو كتير سهل، وصدقوني شكلا ومذاقا رائعا رائع رائع. نتمنى انكم يعني تجربوا هذه الوصفه لانها وصفه صحيه، يعني تقدموها لاولادكم كيما قلت لكم وانتم مطمنين، ما تخافوش على بالكم واش فيها، تقدموها لهم في لو غوتي في لي ساندويتش. يعني نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، وارجوكم ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، دعمكم 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 على الصفحه وعلى القناه. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الوصفه القادمه ان شاء الله. شكرا.